ولأول مرة يتم في نقاش في منظمات صحية وطبية عالمية بخصوص الكمامات، وهذه فعلا صار خلال الأيام الماضية. فكانت النصيحة الحالية ضمن دراسات أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول آسيا، النصيحة الحالية اللي منظمة الصحة العالمية بدأت تنصح فيها جميع سكان العالم، بأن مع الإبقاء بمسافة الأمان، مسافة الأمان هي مسافة المتر والمترين اللي هي نسميها التباعد الاجتماعي، صدر هناك نصيحة بلبس الكمامات ليس للمرضى فقط ولكن حتى للأصحاء، للأشخاص الذين سوف يتجولون في الشوارع. نحب نأكد إحنا استمرارية الحياة المعيشية ضرورية، وهذه فعلا لبس الكمام كانت من إحدى الطرق اللي بيّنت مدى فعاليتها للحد من انتشار داخل المجتمع. فصدرت هذه النصيحة بوضع أي كمام، وأنا أحب أكرر ليس لبس الكمامات الطبية اللي هو N95 ولكن الكمامات العادية أو حتى قطعة القماش العادية، سواء كان عندكم موجود في البيت أو أنتم تحبون تسوونها في البيت، هذه سوف تحد بحول من الله من انتشار الفيروس الكورونا مع استمرار الحياة الطبيعية إلى مجراها. وهذا شيء إحنا لازم نأكد عليه، أن لازم الحياة تستمر بقدر المستطاع، ولكن لازم بعد يعني نحط إرشادات واحترازات في كيفية يعني مخالطتنا داخل المجتمع. فالكمامات بتكون حق الأشخاص اللي خارج البيت، اللي يحب يلبس في داخل البيت بيكون حق الأشخاص اللي عندهم يعني أمراض مزمنة أو عندهم نقص في المناعة. ولكن احنا بننصح من الآن إنه أي شخص يحب يطلع من بيته ويتبضع فيفضل يكون يلبس الكمامات. وهي طبعا جميع البحوث فعلا صدرت في جامعة كامبريدج في الولايات المتحدة الأمريكية وموجودة أونلاين. أنا تكلمت على أي نوع من الكمام، أي كمام اللي هو يغطي مساحة الأنف والفم. هي الفكرة منها أن بدأت الدراسات تكتشف بأن أثناء عملية الزفير الإنسان يطلع نوع من السحابة، هذه السحابة فيها شوية رذاذ، فإذا إنسان لبس الكمام يحمي من دخول الرذاذ إلى منطقة الفم، فالكمام يخلي الرذاذ يروح صوب الجوانب، وبالتالي يعني بحول من الله سوف يمنع من حصول الشخص الأصحاء من 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 هذا المرض. الدول اللي طبقت هذه النوع من النصيحة الطبية دول كثيرة في شرق آسيا، هناك دول أوروبية بتطبقها وأستراليا.